بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناتنا دي الباثولوجي، قناة دكتورة هند صلاح. دي قناة متخصصة في الباثولوجي. دايما بنطلب منكم انكم تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد في الباثولوجي، وكمان تبقى تعمل لنا لايك للفيديوهات بتاعتنا طبعا ما تنساش، وكمان تبعت اي سؤال او استفسار في كومنت واحنا ان شاء الله هنرد عليكم في اقرب وقت علشان طبعا كلنا نستفيد مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي النهاردة أولى محاضراتنا في النيوروباثولوجي، ودي هنتكلم فيها على السبيكترم of diseases affecting the central nervous system and peripheral nerves. هنبتدي بس في الأول كده مراجعة بسيطة على structure of the brain. تمام، طبعا كلنا أخذناها في الأناتومي وعارفين طبعا إن structure of the brain، البرين نفسه كأناتوميكال organ بيتقسم ل loops، في الفرونتال لوب وفي البارايتال لوبس وفي التيمبورال لوبس وكمان في الاوكسيبيتال لوب. تمام، في حاجه اسمها اللاترال فيشر والترانسفيرس فيشر، وده بيفصل لي السوبرا تنتوريال عن الانفرا تنتوريال ريجون، وكمان في هنا بقى السيربيلوم وطبعا الميد برين والميدلا والبرين ستيم. السبيكترم اوف ديزيزز افكتنج ذا سنترال نيرفس سيستم، ودي طبعا في يعني وايد فرايتي اوف ديزيزز افكتنج سي ان اس. تمام، بتبتدي طبعا من اول الكونجنيتال انوماليز لحد في الاخر خالص التيومرز. طبعا البرين كاي اورجان في الجسم بيجيله طبعا انفلاماتوري ديس اوردرز، تروماتيك ديس اوردرز، ديزيزز افكتنج البلاد فيسلز اللي جواه مثلا، كل دي انواع من الديزيزز اللي بتاثر على السي ان اس زيه زي اي اورجان تاني في الجسم. لكن في بعض الديزيزز يعني ايه تبقى يونيك كده وليها سبيشال كرايتيريا خاصه للايه البرين والسباينال كورد والبريفرال نيرفس، بعض الديزيزز كده سبيشالايزد فور ذم. هنبتدي مثلا من اول كونجنيتال انوماليز، في حاجه تانية اسمها البرينيتال برين انجري، في التروما، في سيريبروفاسكولار ديزيزز، في الانفكشن زي ما اتفقنا، في حاجه اسمها الديمايلينيتنج ديزيزز. تمام، في كمان الديجنراتيف ديزيزز، وفي الاخر خالص في التيومرز. تمام، اللي هي او الديزيز اللي هي الكونجنيتال انوماليز اوف ذا برين. طبعا احنا عارفين ان في الديفلوبمنت اوف ذا برين بيبدا من حاجه اسمها الايه النيورال تيوب. تمام، النيورال تيوب ديفيكتس بقى ممكن تحصل ديورينج ديفلوبمنت، فيحصل حاجه مثلا اسمها الان انكيفالي. ان انكيفالي مينز ابسنس اوف ذا كرانيال فولت، يعني تلاقي السكال الفولت اوف ذا سكال والفور برين مش موجودين، ابسنس مش موجودين خالص. دول طبعا الحالات دي بتبقى انكومباتبل وذ لايف، يعني غالبا الانفنت او الامبريو ده بيحصل له ديس يا اما انترايتراين يا اما شورتلي افتر بيرث، لان دي الكونجنيتال انوماليز دي بتبقى انكومباتبل وذ لايف، مش كلها طبعا لكن الان انكيفالي ده انكومباتبل وذ لايف. تمام، في حاجة تانية زي الانكيفالوسيل. الانكيفالوسيل دي كومن انومالي احنا بنشوفها كتير طبعا، اللي هي عبارة عن ايه هيرنيشن اوف ذا برين تيشو ثرو ديفكتيف كرينيوم، يعني بيبقى فيه ديفكت في السكال بونز. تمام، بيعدي من خلالها البرين ثرو ات، يبقى فيه هيرنيشن للبرين والكفرنج منينجيز من الايه من الديفكت اللي في السكال ده، وبيعدي بره يعمل لي الايه الكيس زي ما احنا شايفين ده كده، بيبقى فيه المنطقة الاوكسيبيتال كده في الباك اوف ذا هيد. تمام، ده common congenital anomaly، يعني غالبا بيتعالج برضو وبيعدي الطفل يعني. كمان بعد كده ال congenital anomalies الخاصة بال spinal cord. طبعا احنا عارفين ان spinal cord اللي هو الستركشر الاصفر ده في النورمال، وطبعا هو مش مكمل لتحت خالص في الايه في الفرتبري، بس الفرتبري طبعا كلها completely closed عليه، وحواليه طبعا المننجيز بتاعته وحواليه كمان السي اس اف. ممكن يحصل حاجة اسمها spina bifida occluta، يعني ايه؟ يعني بيبقى فيه incomplete closure of the vertebra and membranes around the spinal cord، تلاقي الفرتبرا والممبرينز مش قافلين كويس على الفرتبرال على السباينال كورد. تمام، بيبقى فيه ديفكت في الفرتبرا بس لا المننجيز معديه فيه ولا السي اس اف، هو بس في ديفكت كده موجود. لو حصل ان هيرنيشن للمننجيز من الديفكت ده بنسميه مننجيوسيل، اللي هي الصوره الثانيه اللي معانا دي. المننجيوسيل معناها ايه؟ معناها ان المننجيز اللي هي كفرنج سباينال كورد حصل لها هيرنيشن ثرو ذا ديفكت في الفرتبري. تمام،
كمان ممكن يحصل حاجة اسمها مينينجيو مايسيل، ودي بيبقى السباينال كورد ماتيريال هي كمان بتعدي من الديفكت ده. يعني تلاقي الكيس اللي طالع فيه الباقي اللور باك اوف ذا تشايلد، تلاقي الطفل الصغير المولود ده عنده ماس كده في اللور باك. دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن هرنيشن من المينينجيز، وممكن كمان تلاقي فيها ايه سباينال كورد ماتيريال، فساعتها بنقول عليها مينينجيو مايوسيل. تمام، دي برضو يعني في معظم الاحيان برضو دلوقتي بتتعالج والطفل بيبقى كويس. يعني بعد كده هنتنقل على الفور برين انوماليز، الانوماليز اللي ممكن تحصل في البرين نفسه بقى زي ايه. حاجة اسمها الميجالينكيفالي. يعني ايه ميجالينكيفالي؟ كلمة ميجا طبعا زي ما احنا عارفين في الباثولوجي معناها لارج سايز، ميجا يعني حاجة كبيرة. ميجا يعني ايه؟ ميجالينكيفالي يعني الفوليوم اوف ذا برين از ابنورمالي لارج، تلاقي حجم البرين وحجم الهيد سيركمفرنس اوف ذا انفانت كبير. طبعا ده لازم نعمل اكسكلوجن في الاول ليه، حاجه اسمها الهايدروكيفالوس، ان في ميه كتير حوالين او سي اس اف كتير حوالين البرين، وده اسبابه كتيره طبعا وهنتكلم فيها في محاضره تانية لوحدها بعد كده. تمام، لكن الميجالينكيفالي ان الفوليوم اوف ذا برين نفسه البرين سبستانس نفسها كبيره ابنورمالي لارج. تمام، العكس بتاعها بقى والمقابل ليها حاجه اسمها المايكروكيفالي. يعني ايه مايكروكيفالي؟ يعني الفوليوم اوف ذا برين از ابنورمال سمول، تلاقي الهيد سيركمفرنس صغير كده والطفل اللي مولود حجم راسه فعلا صغير. ده نتيجه لايه؟ ده له اسباب كتيره طبعا، من اهمها الكروموسومال ابنورماليتيز، ان هو يكون عنده كروموسومال ابنورماليتيز، او حاجه تانية اسمها الفيتال الكحول سندروم. ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان المذر اللي هي البريجننت مذر دي ديورنج بريجننسي بتعمل الكحول انتيك كتير او ادكت يعني للالكحول، فبيعمل لي حاجه في الطفل الصغير اللي هو لسه انترا يوتراين ده، بيحصل له حاجه اسمها ايه؟ مايكروكيفالي، ان الهيد او السايد اوف ذا برين او السايد اوف ذا هيد كمان الهيد سيركمفرنس كلها بتبقى صغيره. تمام، ابنورمالي سمول. كمان الاتش اي في انفكشن، لو الفيميل برضو جت انفكتد بالاتش اي في ديورنج بريجننسي فبيتنقل الانفكشن للانترا يوتراين فيتس، فبرضو بيعمل له مايكروكيفالي. تمام، ثلاث اسباب للمايكروكيفالي دول اسباب مهمه وممكن نتوقع منها اي حاجه في الام اس كيو. بعد كده الانوماليز اللي بعد كده اسمها الليسينكيفالي. الليسينكيفالي يعني ايه؟ يعني اجايريا، يعني السلقاي والجيراي بتاعت البرين ده النورمال، ان في سلقاي وجيراي اللي هي التعريجات بتاعت السيرفس اوف ذا برين ده، تلاقي يا اما ديكريزد النمبر اوف جيراي اور توتال ابسنس اوف جيراي، دي معناها ليسينكيفالي. ليسينكيفالي مينز اجايريا، يعني ديكريز في النمبر او توتال ابسنس، مفيش جايراي، تلاقي البرين كله سموث كده املس، مفيش التعرجات السيرفس كونفوليوشنز اللي على البرين دي تلاقيها مش موجوده. تمام، ده الليسينكيفالي. بعد كده في حاجه اسمها البوليومايكروجايريا. يعني ايه؟ يعني انكريزد النمبر اوف ريجولار جايراي، الجايراي تبقى كتيره قوي والريجولار طبعا دي بتبقى فيها طبعا كومبانيت ويز ايه ديستربنس اوف فانكشن. تمام، زي الصوره اللي احنا شايفينها كده، تلاقي ابنورمال لارج نمبر اوف جايراي، وطبعا كومبليوتد وداخله ببعضها وكومبليكيتد والريجولار، فطبعا دي بتاثر على الفانكشن اوف ذا برين. الانومالي اللي بعد كده اسمها هولو بروزن كيفالي، ودي معناها incomplete separation of the cerebral hemispheres across the midline. يعني نورمالي البرين مقسوم لنصين right وleft hemispheres. تمام، abnormally بقى ان تلاقي التو hemispheres دول لازقين في بعض، ما فيش الايه الفشر اللي في النص ده مش موجود. تمام، يبقى ده اسمها الهولو بروزن كيفالي. يعني ايه؟ يعني incomplete separation of the cerebral hemispheres across the midline، هما الاثنين لازقين في بعض زي الصوره اللي احنا شايفينها قدامنا دي، هولو بروزن كيفالي. ده كان بالنسبه لي اكزامبلز كده على الكونجنيتال انوماليز اوف ذا برين ديفلوبمنت. حاجه تانية برضو من السبيكترم اوف ديزيزز افكتنج سي ان اس اسمها البرينيتال برين انجري. ايه البرينيتال برين انجري دي؟ ديت عباره عن انجري بتحصل للانفانت وهو بيتولد، سواء طبعا في النورمال ليبر او في السيزيريان سيكشن. طبعا هي اكتر معظم البرينيتال برين انجريز دي بتحصل ديورنج ماتيرنال اللي هو ديورنج نورمال ليبر. تمام، طبعا كانوا بيستخدموا في ادوات كده بتشد وتشد الهيد بتاعه الانفانت الامبريو وهو بيتولد وكده، فدي كانت بتعمل طبعا سيفير انجري. الانجري دي كانت بتبقى عباره عن ايه؟ يا اما انفاركشن او هيموريج في البرين. تمام، فدي كانت طبعا دايما بتعمل ايه على اللونج ران في التشايلد هود، ديورنج تشايلد هود بيبقى عنده نيرف انجري، خاصه حاجه اسمها مثلا ايه تاثر يعني اثناء الشد بتاع النورمال ليبر ده، ممكن واحنا بنشد الهيد بتاعه البيبي
تعمل طبعا ايه انجري للبريكيال بليكسس والسيرفايكال بليكسس، وتعمل حاجه اسمها نيرف بولسي في الابر ليمب، ويبقى الطفل كده ايه عنده الابر ليمب ده ما بيتحركش خالص، ويبقى مال ديفلوبد، وطبعا المسلز بتاعته بيحصل فيها اتروفي. فدي كانت من الكومبليكيشنز الخطيره جدا في النورمال ليبر، خاصه لو كان الهيد سيركمفرنس بتاع البيبي اللي بيتولد ده كبير شويه، والولاده طبعا تبقى متعسره او حاجه، فكان دايما بيبقى عرضه للايه للانجريز دي اللي بتحصل. تمام. من اسباب طبعا ان يحصل الانجري ده يا اما ماتيرنال ديزيز او بلاسنتال ابنورماليتيز. من ماتيرنال ديزيز المهم قوي اللي هي الدايبيتس ميليتس، لو المادر عندها دايبيتس ميليتس ده ممكن طبعا يخلي بيبقى الطفل يعني الانترا يوتراين فيتس ده بيبقى كبير ابنورمالي لارج، بيبقى طبعا الهيد سيركمفرنس بتاعه كبير وحجمه كمان كبير، فممكن يبقى اوبستراكتد ليبر، ويتدخل طبعا في المشاكل بتاعه الليبر، فممكن برضو يبقى الطفل ده عرضه اكتر ان هو يجيله ايه برينيتال برين انجري او نيرف انجري ديورينج ليبر. دي برضو واحده من الايه ديزيزز اللي ممكن تحصل في الايه للبرين اوف نيولي بورن انف. بعد كده مثلا التروماتيك ديزيزز افكتنج ذا برين، ده برضو يعني درس كبير جدا وفيه تفاصيل كتيره جدا اللي هو تروما اوف ذا برين. طبعا هنتقسم بقى لها تقسيمات كتيره جدا وكلاسيفيكيشنز كتيره على حسب السايت اوف ذا انجري او على حسب السايت اوف تروما. تمام. مثلا فرونتال لوب انجري دي ممكن تعدي كلينيكالي سايلنت، على العكس مثلا من السباينر كورد انجري دي طبعا بتبقى سيفيرلي ديسيبلنج، يعني ممكن تعمل لي بارابليجيا، ممكن تعمل لي كوادربليجيا اكوردنج تو ذا ليفل اوف انجري. تمام. على عكس بقى طبعا الايه الانجريز او ترومز في البرين ستيم دي طبعا غالبا بتبقى فيتال. تمام. دي بتؤدي الى ديس على طول طبعا. تايبس اوف انجري ممكن تبقى سكال فراكشر، ممكن يبقى بارينكيمال انجري للبرين سبستانس نفسها زي الكونكشن والكوب والكونتر كوب. طبعا لكل الكلام اللي احنا بنقوله ده هيبقى له محاضرات بعد كده بالتفصيل، هنتكلم فيها على كل ديزيز انتيتي او كل تروما بالتفاصيل بتاعتها، بانواع الهيموراج اللي ممكن تحصل فيها، بانواع البرين انجريز اللي ممكن نقابلها في كل تروما من دول. كمان ممكن يحصل تروماتيك فاسكولار انجري، ويحصل انترا سيريبرال هيموريج بكل انواعه وتفاصيله اللي هنتكلم عليها في محاضرات بعد كده. سيريبرو فاسكولار ديزيزز برضو دي واحده من الكاتيجوريز المهمه جدا في الديزيزز افكتنج ذا برين اند سباينال كورد، اللي هي السيريبرو فاسكولار ديزيزز، ودي بنناقش فيها بعض الامراض المهمه قوي زي السيريبرال انفاركشن، زي الهايبرتنسيف سيريبرو فاسكولار ديزيزز والهايبرتنسيف انكيفالوباثي طبعا، وان هناخد الفرق ما بينهم الاثنين، هناخد بالتفصيل الانتراكرينيال هيموريدج بانواعه، هناخد الفاسكولار مالفورميشنز ومن اهمها طبعا الانيوريزمز وانواع الانيوريزمز اللي بتكون موجوده في السيريبرال سيركيوليشن او في الفيسلز سبلاينج ذا برين. كل الكلام ده طبعا هناخده بالتفصيل وهنتكلم فيه بالتفصيل في محاضرات خاصه بالسيريبرو فاسكولار ديزيزز اوف ذا. كمان في الانفكشنز اوف ذا سي ان اس، طبعا الانفكشن بتاع السي ان اس ده بقى يعني كاتيجوري كبيره جدا برضو، بتتقسم لفيرال انفكشنز اوف ذا سي ان اس زي مثلا السيتوميجالو فيرال انفكشن، الهربس انفكشن، طبعا الفيرال انفكشنز والاتش اي في انفكشن اللي بتيجي في البرين. طبعا كل الفيرال انفكشنز دي يا اما طبعا متقسمها حسب في التشايلد هود وفي الادلت. طبعا الادلت انفكشنز بالفيرال انفكشنز دي طبعا بتكون يعني mostly accompanied by lowered immunity او immunocompression. تمام. في طبعا البكتيريال انفكشنز اوف سي ان اس، ممكن طبعا اللي هي نقسمها لمننجايتس او مننجيو انكفلايتس، يعني سواء الانفكشن دي مؤثره بس على المننجيس ولا واخده المننجيس والبرين كمان معاها، فبنقول عليها يا اما مننجايتس او مننجيو انكفلايتس. تمام. وطبعا البكتيريال مننجايتس دي واحده من الديزيزز المهمه جدا والكومبليكيشنز بتاعتها بتبقى خطيره جدا، ولازم طبعا نعمل لها ايرلي ديتكشن وتريتمنت، يعني كل ما نكون ايرلي كل ما يبقى طبعا احسن ويبقى ليها جود بروجنوزس. طبعا ممكن تؤدي بعد كده لحاجه اسمها البرين ابسس وتكوين سيفيرتيف فوكس في البرين، وتبقى طبعا سيفيرلي ميديكال كونديشن طبعا فيري كومبليكيتد. طبعا في كمان البروتوزوال انفكشنز اوف ذا برين زي التوكسوبلازموزس، يعني ده واحد من اهم البروتوزوال انفكشنز اللي ممكن تيجي في البرين التوكسوبلازما. في كمان الفانجل انفكشنز، والحقيقه ان الفانجل انفكشنز دي يعني بنقابلها رير قوي، انما هي طبعا كومن فين، لازم يكون البيشنت ده اميونو كومبرومايز، سواء بقى عنده اتش اي في ايدز او سبب تاني للاميونو كومبريشن زي ان هو مثلا بياخد سايتوتوكسيك دراجز او كيموثيرابيوتيك ايجنتس، اي حاجه من اللي هي بتقلل المناعه دي ممكن تؤدي الى فانجل انفكشنز في البرين.
تمام. ده بالنسبه للانفكشنز. بعد كده هنتناقش في الديجنريتيف ديزيزز اوف ذا سي ان اس، ودي طبعا فيها ديزيز كتير جدا، هناخد منها تو اكزامبلز اللي عليكم، يعني الباركنسونيزم والالزهايمر ديزيز. والباركنسونيزم ده ديزيز طبعا بنسميه حاجه اسمها الشلل الرعاش، ده بيبقى اسوشيتد بي ديستربنس في الريسبتورز والترانسميترز والنيورو ترانسميترز اللي موجوده في البرين، بيحصل فيها ابنورماليتيز، فطبعا بيأثر على بيحصل حاجه في المسلز كده بتاعت الهاند بنسميها انتنشن تريمورز. بيحصل كمان في الليجز حاجه اسمها شفلنج جيت، تلاقي البيشنت كده مش قادر يرفع رجله من الارض فماشي ايه يزحف كده في الارض، بنقول عليها شفلنج جيت. وبيبقى طبعا الفيس اكسبريشنز بتاعته كده ثابته وما بتتغيرش، فبنقول عليه ماسك فيس. هناخد برضو الباركنسونيزم بالتفصيل وهنتكلم عليه وعلى كل التفاصيل بتاعته. كمان في الالزهايمر ديزيز، الزهايمر ديزيز برضو واحد من الموست كومن ديزيزز افكتنج ذا سي ان اس برين والسي ان اس. طبعا هناخد برضو الباثولوجي بتاعه وهناخد ايه بيحصل ازاي والمانيفيستيشنز بتاعته، تمام. كمان في سبيكترم اوف ديزيزز بنسميها دي مايلينيتنج ديزيز اللي بيحصل فيها لوس اوف مايلين شيس، زي حاجه اسمها المالتيبل سكليروزس او الديسيمينيتد سكليروزس او الام اس. ده برضو دلوقتي بقى فيري كومن ديزيز والحقيقه منتشر جدا. هو طبعا الايتيولوجي او باثوجينيسيس بتاعه يعني السيوريز لسه بتتكلم عليه، يا اما حاجه فايرال انفكشن او اوتو اميون ديزيز، فغالبا يعني هم احنا ماشيين مع ان هو اوتو اميون ديزيز، عشان كده تلاقي دايما التريتمنت بتاع الاتاكس بتاعته دايما بيبقى فيها كورتيكوسترويد. هو يعني الديزيز ده غالبا بيأثر على الفيميلز في الميدل ايج، بيجي في صورة اكسسربيشنز وريميشن، بيأتاك طبعا غالبا الاوبتيك نيرف او السباينال كورد الموتور تراكتس بتاعته، طبعا بيبقى فيها مشاكل كتيرة جدا، والديزيز كل مرة في الاتاك بتاعته بيهاجم جزء جديد او حتة جديدة، فالحقيقة مرض صعب جدا يعني. كمان في الاكيوت ديسيمينيتد انكيفالومايلايتس، وفي حاجه تانية اسمها سنترال بونتاين مايلينولايسيس واليوكوديستروفيز، كل دي انواع من الديمايلينيتنج ديزيزز اللي هناخدها طبعا في محاضره خاصه بيها بالتفصيل ان شاء الله. كمان في ديزيزز افكتنج نيورو ماسكولار جانكشن زي المايسينيا جريفيس، وحقيقه المايسينيا جريفيس برضو فيري كومن ديزيز، وبيبقى فيه انتي بودز اجينست الاستايل كولين ريسبتورز عند النيورو ماسكولار جانكشن، بيبقى معاه ماسل ويكنس بطريقه معينه وليه برزنتيشنز معينه طبعا، وليه طبعا تريتمنت محدد معروف، فطبعا هناخده بالتفصيل بعد كده في الاي ديزيزز افكتنج نيورو ماسكولار جانكشنز. كمان في بقى diseases of the peripheral nerves بنسميها النيوروباثيز، ودي طبعا بنقسمها لمونو نيوروباثي او مونو نيوروباثي مالتيبلكس، وفي كمان البولي نيوروباثي. البولي نيوروباثي يعني ايه؟ يعني disease generalized disease affecting multiple nerves all over the bodies، من اهمها طبعا حاجة زي diabetes mellitus اللي بيعمل لي بولي نيوروباثي، تمام. هناخده برضو بالتفصيل effect of diabetes mellitus على peripheral nerves. بعد كده بقى يعني اخيرا يعني اللي هو بقى طبعا الموضوع الكبير قوي والمهم قوي اللي هو سي ان اس تيومرز، وده طبعا له محاضرات كتيره جدا، محاضره على الكلاسيفيكيشن، محاضره على الجينيتكس اوف سي ان اس تيومرز، محاضره على الجلايال تيومرز، محاضره على المينينجيال تيومرز والبريفرال نيرف تيومرز. كل دي تيومرز كتير جدا بتاثر على السي ان اس، وطبعا ما ننساش بقى واحنا بنتكلم على السي ان اس تيومرز نسبة كبيرة جدا من التيومرز في السي ان اس بتبقى ميتاستاتيك تيومرز، يعني سكندري تيومرز جاية من حتة تانية، يعني البرين از ا فيري كومن سايت فور ميتاستاسيس. نتلاقي مثلا واحد كان عنده كولونيك كارسينوما او واحدة عندها بريست كارسينوما، اي نوع من التيومرز ممكن يدي ميتاستاسيس يروح في البرين. فيعني رافلي كده 1/3 اوف ذا برين تيومرز ار ميتاستاتيك تيومرز، فانت متخيل اهمية الميتاستاتيك تيومرز في البرين. كمان في طبعا السي ان اس لينفوماز بالانواع بتاعتها اللي هنتكلم عليها برضو بالتفصيل، كاتيجوري برضو مهم جدا في التيومرز اوف ذا سي ان اس. بس احنا المحاضره بتاعتنا بس كانت النهارده ان احنا بس نعرف ايه هي السبيكترم اوف ديزيزز افكتنج سي ان اس، بعد طبعا ما يكون عندنا خلفيه كويسه من الاناتومي والهيستولوجي اوف ذا برين، علشان نقدر بعد كده ان احنا ندي باثولوجي ونعرف ايه هي الايه الديزيزز، وكل ديزيز بيأثر على ايه، وايه الكروس بيكتشر بتاعته والمايكروسكوبيك بيكتشر، وايه اللي احنا ممكن الميثودز اوف دايجنوزيس. طبعا كل ده هنتكلم عليه بالتفصيل كله في مكانه او كل حاجه في المحاضره الخاصه بيها ان شاء الله.
كده احنا وصلنا لغاية المحاضرة بتاعتنا، نشوفكم ان شاء الله المحاضرة الجاية على خير. هنبتدي بال CNS tumors اللي هي ال classification of CNS tumors، وهناخد كمان الجليومز وانواعها بإذن الله. السلام عليكم.